الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح ولا حول ولا قوة. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. قبل ما نبداو نمشيو نقولوا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اليوم جايه لكم بالرفيسه، الرفيسه الغربويه هذه يعني الرفيسه ديال الناس ديال الغرب. غنعملوا عليكم معايا وردة، هي اللي غادي تعاوني، هي غتعمل المسمن وانا غادي نعمل المرقه. السلام عليكم مشاهدين تاعنا، كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نشاركوا معكم الرفيسه كما قالت لكم الاخت فاطمه، الرفيسه الغربويه. الرفيسه الغربويه. المهم هكذا ها انتوما. شحال درتي ديال الطحين تما وردة؟ تقريبا 2 كيلو. تقريبا 2 كيلو ديال الطحين اللي درت. اها. ودرت الملحه. صافي هادشي اللي كدير فيها، لان المسمن ديال الرفيسه ما غدير فيه لا سميد لا قمح ولا حتى حاجه، يعني الطحين عادي. الطحين عادي. وصافي. وهنايا خلاص كاين جوج دجاجات بلديات شراتهم الحاجه والبارح، وقالت انا ما نديوش معايا للدار، ديو معاك للدار. قلت لها خليني ندير انا الدجاج العادي، انا البلدي راه ما عنديش معاه. قالت لك والو رفيسه كتجي غير بالدجاج البلديه. ايوا صافي هو. المهم غادي نقيو، غادي نصايبو، راه منقي اصلا، خصني غير نحيدو هذاك البلايص اللي هما خصهم يتحيدو هذا، ونغسلو مزيان، ندير شويه الملحه وشويه الحامض وهذا صافي. ديك الساعه غادي نعملو في الكاميله الكبيره اللي غنديرو. المهم خليكم معايا وحده بوحده. كما كتشوفوا عملت الماء كما كيقولوا عينك ميزانك، يعني بالنسبه للسميتو راه كتعمل عينك ميزانك، داكشي اللي كتكون شويه ما هي مطلوقه ما هي مرخوفه، لان الملوي ديال هذا ديال الرفيسه كيكون شويش مطلوق، ماشي مطلوق بزاف حبيبتي. نورمال نورمال. كي كنديروا انايا دابا ما عرفتش كديري ليه انتيا، انا ملي سولت وردة صحاب لي هي كديروا مربى كما كيديروا بحال المسمنه، قالت لي لا انا يعني كدير تقريبا الطريقه ديالي. قلت لها راكي معلمه، ملي كديري هذه الطريقه صافي راكي معلمه، ما عندنا ما الماء. هذيك عادي لا قدك داك الماء. المهم خليكم معايا حتى تجمع الطحين، راه ما كاينش شي مرا ما كتعرفش تعجن، واللي ما كتعرفش تعجن ها هي تعلم غير من هنايا. شوفوا البنات اللي ما كتعرفش تعجن ولا دير المسمن، طيبوا ورمي، طيبوا ورمي، ولا كي كيقولوا عجني ورمي، عجني ورمي حتى تتعلموا. الا ما درتوش هكا عمركم ما تتعلموا، يعني ضروري. من انا ملي كنت بديت كندير الطاطيط راه كنصايبو كرمي في الطارو، كنصايبو كرمي، شي كيتكل شي كيترمى، ودابا ما شاء الله يعني الطاطيط ديالي كي كيقولوا اللي ما كلاش الطارطه ديالي ما كلاش. كنتعلم الكيكات، كنشوف الناس شحال كيديروا البيض وشحال الناس كيديروا الزيت. قالت لي وردة واحد لا قولي قولي شنو كنتي كديري. كنشوف الناس ملي كيديروا الكيكات وانا كنمشي كنشوف شحال داروا. ما كيبغيوش يقولوا لك الطريقه ياك. ما بغاوش يقولوا لي الطريقه ديال، وانا كنمشي على حقاش العقل كنمشي كنشوف شحال داروا البيض. كتشي الطارو ديال الزبل ياك؟ كتشي الطارو ديال الزبل، كتجبد كتجبد شحال، تحسب شحال من البيضات دارت وشحال من داك بيكون باودر وكنشوف يعني والسكر، يعني ميزانية ميزانية كنقول كيمشي فيها السكر. واحد المرة ما درتش فيها الزيت وخرجت من السكر. واحد المرة قالت لك حسبات البيض وحسبات كل شيء والزيت ما ولكن ما دارت سميتو ما دارتش الزيت، وفي الاخر خرجت لها كلها كتلصق. قالت لك ومن تما تبارك الله ما شاء الله بشويه بشويه وبقيت كنتعلم كنعرف كل شيء الحمد لله. اي انسان كيتعلم ماشي كل واحد خلق لهذا. وداك داك الشيء غادي شويه الماء. وردة قالت لك ضروري ما نجلس في الارض ونعجن في الارض، هي خصها العجينه داك الشيء ديال المغرب ماشي العجينه. انا عمري ما عجنت في الارض،
هكا فوق البوطاجي وصافي. وعاد انا عندي البوطاجي ديالي عالي بزاف عليها يا وا صافي. درت لها ديك البونجره هي داير عليها الركابي ديالها يا وا راه كتعجن في الارض. المهم خليكم معايا حتى تجمع العجينه. بها درت كاس ونص ديال الزيت الزيتون وشويه ديال الزعفران زعفران شعرها هو معلقه كبيره ديال البزار ها هو معلقه كبيره ديال القرفه كي كتشوفوها هي كانيل معلقه كبيره ديال خنبر. المهم هذا سميتو هذا كيخدايس بعدا السلام عليكم ما زي غير ديري فين ديك كل ثم عطاني مثل الجامر بدا قاني سيو السريف تنشقى حتى تخرج تسيو السريفاش. المهم انا وعيني كيخت غنجاش تمقرنت وين حتى نزش الزيتون تخرجاش الكاس مقرنت نزش الزيتون كيخ حتى غنجاش الليبزه حتى غنجاش القافه ولكن نورمال خصك شويه تقل زي القافه ني كيخت غنجاش دي سكينجبيه. المهم عاد كملق عاد وينات ندير معلقه ديال الخرقوم ها هو كي كتشوفوا ها هو شويه ديال الملون غير شويه ديال الملون ها هو والحلبه الكاس ديال الحلبه غسلتها مزيان من بعد كبيت عليها الماء وخليتها شويه في الماء. دابا غادي نكب هكا الكاس بالماء ديالو كلشي هو لان داك الماء هكا ولا هكا غادي ينفعنا. شويه ديال السمن الحار ما بقاليش بزاف كيما كتشوفوا عمل حتى شويه ديال الملحه نقول معلقه كبيره نتاع الملحه القزبر اليابس والمعدنوس اليابس وشويه ديال السمن الحار صافي. دابا غادي نبلع عليها وغادي نخليه حتى يطيب شويه مزيان عاد غادي ندير عليه البصله وهكذاك صافي غادي نتحول ديك الساعه نمشيو للمسمن. ها نتوما كيما كتشوفوا عملت على البصله ديالها ودرت واحد المعلقه صغيره ديال المعطيشه ديال الحك وعملت واحد الضامه ديال الدجاج غير شويه البنه والملحه وكيما قلت لكم غدرت فيها شويه ديال الملح وهذا. دابا صافي غادي نخليه على خاطرو درت هنايا خمسه ديال البصلات. المهم خليكم معايا وحده وحده. هانتوما كيف كتشوفوا تبارك الله عاطيه البنه ديال هذا سميتو هذا الرفيسه هذه انا ما كنديرش فيها العدس البنات ولا الاخوان والاخوات انا ما كنعملش فيها العدس داك التخربيق كل ما كنديروش فيها كندير سميتها غرباويه كيف كيديروا اللي مؤلف كنعملوها دائما واللي انا تعلمتها من الصغر ديالي هذه هي سميتو اللي كنديروا كنكثروا فيها العشب مزيان كنعشبوها. اما العدس الا بغيت ناكل ناكل العدس ناكلو بوحدو مع الخبز ومع شي فلفله حاره ومع نقري معاه الحوت ولا ندير شي حاجه. المهم دابا غادي نفوتو غادي نمشي عند وردة غادي لكم واحد الكيكه كما كتشوفوا حنا جينا رجعت لكم غنديروا ولا وردة غدير ماشي انا اللي غادي ندير وردة غدير لكم الكيكه ديال القرقاع و راني مدوخه القرقاع والتمر التمر حيداتو العظم ديالو قطعاتو رقيه وقف الموس. وبالنسبه للقرقاع راه غير هرمشاتو كاين كاس ديال الزيت كاين شويه ديال السكر وواحد معلقه كبيره ديال العسل لان التمر اصلا راه حلو باش ما تجيش حلوه ثاني بزاف. حنا ما عندناش بزاف مع الحلاوه لكن اللي كيبغي الحلاوه راه غيدير الحلاوه ديك الساعه ديال كاس عامر ديال السكر ولا اللي بغى يديرو. وكاينين هنايا ثلاثه ديال الكيسان كبار ديال الطحين مغرب عليه وكاينه هاد الخماره ديال الحلوه والحامضه شنو غادير فيها ورده تحكيها غنحكي شويه الحامض وشويه الملحه شويه ديال الملحه وربعه ديال البيضات شنو غديري دابا دابا غادي نبدا ان شاء الله ما كاينش الاضاءه مزيان سمحوا لنا وصافي ربعه ديال البيضات كتجمعي كلشي في دقه واحده وغنعمل كاس ديال الزيت اوكي شوف هاد الكيكه كي غتجي اليوم هي واعره وغنعمل شتيتو ديال الملحه شتيتو ديال الملحه شتو الهضره شتو العربيه ديال الورده التيتوانيه هادي العربيه التيتوانيه هي غضربي هادشي لون مع بعضياتو ياك عاد غتجمعي هادشي الاخر اوكي صافي. دابا عملت داك الكاس ديال السكر اللي كانت مال الكاس ديال السكر وداك العسل تا هو دارتو دابا غادي تحك هاد الحامضه هادي باش كتعطي ديك النسمه ديال الحامض كتجي زوينه مع القرقاع. انت انا كندير هاد ديال القرقاع اللي كنعمل واخا القرقاع غادي تكب ديرو غديريه كله شويه نخلي باش نديرو شفوف الزوقه كاين الاخر نزيدو لها الصوص ماشي مشكله ديريه كامل حسن. التمر حتى هو غديرو دابا ها هو صافي وباش كيفاش غنحركي غنحرك هذيك ديال الماكينه اوكي بالماكينه ديال الضو والخماره درتيها ولا مازال لا باقي عاد اوكي دارت ديك الخماره هي حتى هي غادي تدور هاد الماء والطحين بقى نكب شويه شويه بقى نكب ليها شويه شويه
كتجي ها هو سميتو ديالها العجينه ديالها كيفاش كتجي ما كتجيش يعني جاريه بحال الماء ما كتجيش شي بحال هكا هي هو اللي متقلاها شويه التمر والكركاع ونورمال ثلاثه الكيسان ديال الطحين اللي عملت فيها داك يدك بلاتي نشوف يس هكداك هكدا كتكبها ها هي كيفاش جات ودابا واخا هكاك واردة خلات شويه ديال الكركاع غادي تزوق به دابا ياك وملي غطيب ثاني غندهنوها بالعسل ولا بشي حاجه اللي بغيتو هي نورمال قالت لي غندهنوها بالشوكولاط ترى الشوكولاط ما غياكلو حتى واحد الحاجه الاولى ما تاكلهاش الا فيها الشوكولاط الحاجه ما عندهاش مع الشوكولاط غادي ندهنوها بشويه ديال العسل الحر وغنديروا عليها الكركاع هذا ولكن دابا هاد الكركاع غديري هنايا وهي خضراء اوكي يلاه زيدي صافي صافي ودابا غنعملها على ايش في الفران شحال من درجه نورمال كندير انا 150 هكا ولكن 150 راه كتجي ثقيله الفران هنايا يعني راه 200 كتكون هي هذيك انا بالنسبه الكيكات ديالي كنديرهم على 230 200 صافي لحقاش كل واحد والفران ديالو اوكي صافي نديرو على لان 150 ملي كندير ماكارونز كنديرهم على 150 صافي يلا خليكم معايا ها هي دابا غادي نديرها في الفران وان شاء الله تعجبكم وبغيت التعليق الزوين الوارده شجعوها يلا باش بقى ديما تجي دير لي الكيكه وتعجن دير لي الشقه كيف كتشوفها هي الرفيسه ديالنا راه غاديه هذاك ها نتوما نسيت ما قلت لكم واحد الرويس ديال الثومه مقشور وكنديرو هنايا ها نتوما غسلتها ورميتها هكايا صافي بحال هكايا كنخليها سميتو وكاين هذا الدجاج البلدي هذا راه داير بحال شنو نقول لكم هذا واقيلا خصو شهرين ديال الطيب هذا غادي يطيب هذا غادي يطيب انا ما عنديش مع الدجاج البلدي راه كندير فيها ديما الدجاج الرومي والحاجه جات لينا الدجاج البلدي اش غنديرها المهم خليكم معايا والكيكه راها درتها في الفران ايوا وحده وحده وخلاص شحال ضحكت على ورده قتلتني بالضحك اليوم هي جاب لها الله انا غادي نطيب في هذاك الكبير ديال الغاز وانا عندي واحد ديال داك ديال الضو طويل هو اللي كنعمل فيه المسمن بعض المرات لان البوطه باقا ما مركباش باقي ما مصايباش الراجل ايوا المهم ورده تقولي مشي الحاج والله الا كنت نضحك عليها قالت لي مشي الحاج هي وتقلق مش طبنيه زعما واش ديري فداك الخلا ولا شي حاجه بحال هذا المهم الناس ريا فرا فهموا شنو قالت يا شوارد ها جيتني اني غبية وعاودة تقلق مش طبنا عرفتي شحال قلتي بالضحك اليوم عندها شي هضر سبحان الله زعما اش غادي نقول لكم انا على نيتي كنقول لها واخا يجيو مثلا المسمن نديرهم صغيورين الا جاو مثلا كبار شويه نديرهم في الطور كيكونوا مزيانين قالت لي هي وي فاش غاديهم فداك ديال الضو قالت لي وي هي وتقدر عاوتاني مش طبني انا صحابتي غادي نديرهم في الاخر كنديرهم بالمسمن عادي ديال الغاز لا ماشي 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 قلتي مش طبنا مع المره اللي فاتت ثاني عملت ليا المسمن هنا في الدار وعملت في داك ديال الضو كيجيو مزيانين المهم دارتهم شويه صغيوري هي مول فوق وقيله كتعمل المسمن كبير حتى انا ملي كنعمل في داك الكبير راكم شفتوا المسمن اللي كندير يعني راه كيجي كبير بزاف وهذا وكذا بدا بقى عاد هز البلطه والقرطوه ضحكت ملي قالت لي واش دير هذا كيمشطب انا مش يمشطب هو داك المخري ولا شي حاجه بحال هكذا ما عرفتش الترجمه ديالها بالعربيه المهم راه وفكرتني في الهضره ديال خالتي نتاع عماتي كتكثر هاد الهضره بزاف ومن اللي تعلمتها واحد النهار ما نعرف شنو قلت ليها قالت لي عاودني مشطب من تعلمت كذا قلت لي عاود مشطب الله مسكينه ايوا واحد التحيه كبيره لخالتي من هنا حتى الريف الجبال الريف واحد التحيه للام ديالي من الريف الله يحفظها الله يحفظها عندهم الدار في الدريوش كيمشيو هما كيعيشوا في الريف هي كعجبها مسكينه الريف المهم ولفات تما سبحان الله ما نعرف واخا زعما عندهم الدار في الدريوش مزيانه وهذا ولكن سبحان الله هي ولفات الريف عندهم تما المعيز عندهم تما داك الشيء ديال الريف عاوتاني راه الجو ديال الريف راه ماشي هو الجو ديال المدينه راه الريف غزال بزاف وحتى ميلودا ديالنا ملي كتمشي للمغرب ضروري ما تشير فيا كتحمق على سميتو على الريف يلا خليكم معايا وحده وحده ها نتوما هذا المسمن كله هنايا دابا صايبناه وغادي نغطيه بهاد الميكه هادي حتى واحد يطلقوا على شاد دقائق صافي غادي نبداو نقرصو صافي ونديروه هذا ما كان
هما يا البنات، البنات هما اللي كيخبزوا. المهم الاخوه الاخوات، هانتوما وارده قالت لك ابدا انا بغيت هذاك اللي كيدير بالغاز. عاد جا الراجل ومشى جابوا لينا وشعلوا هذا صافي. المهم راه دابا خدامين بالغاز كيف كيقولوا، لان هذا هو ديال الضو اللي انا ديما كنعمل فيه المسمن. سبحان الله بحال تقولي ملي عايرات تسمعها والله ما بغى يتحرك. هانتوما عرفتم الفوقاش والله ما بغى يتحرك ولا بغى. نورمال حنا هادو اللي كنديروا باب سميتو. المهم هادو اللي كيجيو هذا، هادو اللي كيجيو المسمنه، ماشي كذا كديروا مسمنات ولا هذا. المهم راه الناس اللي كيديروا داكشي الرفيسه وهذا راه كيعرفوا كيفاش. هادو هما شفتهم قبيله وحنا نستناو شوف كي جاوا تقول واش بغى يتحرك. ايوا صافي قلت الراجل شير جيب لي هذاك ديال الغاز. هذا الشيء راه ما غاديش يتلك. دابا هنايا انا بقى نقلب لك. هانتوما هكذا، ها ديك الساعه تجيب دابا واحده اخرى ثاني تحطها فوق منها وهكذا صافي باش نساليو دغيا، لان انا بقينا كنستناو هذاك صافي ما غاديش نكملو بكري. فوق منها هيدا غادي تحطها كي كتشوفو هكذا وهكذا راه ناقصه. عطيتها كاع درتها على الزيرو وبحال كل ثانيه صافي قلبتها على الجهه الاخرى. دابا غتجي ثاني وحده تحطها هنايا، وحده فوق وحده، وحده فوق وحده، حتى كنديروا هكا عرمه. ها المسمن كيف كيجي وحده فوق وحده، ماشي مسمن. المهم حتى وارده باش ها نتوما كيف كيجي كتطلقوا على هاد المسمنات الاخرين كاملين صافي. شويه ثاني ملي كتهز كتقلب انت كتقلب بهذه هكا، ها هكا كتجي وكيجي كله طيب وكله مداير. ها نتوما ها دابا شويه غادي نحيدوا هاد ها نتوما شوفوا كيف كيجي وحده فوق وحده فوق وحده فوق وحده صافي وكيكون طايب مزيان. ها هو وخلاص. دابا يمكن شي دابا هنا شي 20 الله اعلم صافي. شويه دابا غادي نعملوهم ليا، غادي نبداو ثاني من جديد ثاني ندير واحد العريمه اخرى. يلا خليكم معايا. بغيتي ديري الرقيق وبغيتي ديري التوت كل واحد كيفاش كيبغي. غير كديري 3 4 باش تخلي اللي بغيتي. اوكي ولكن ديك الساعه طول بزاف. بالنسبه للطريقه ديال التقطع ديال المسمن، انا كنفردتو غير بيديا، ولكن وارده كدير واحد الطريقه اخرى. هانتوما كتشد المسمنات كدير 4 5 على بعضياتهم كتقطع بحال هكذا كيبان غير اليد ديالها. كدير له هكا كدير له هكا وكطوي هكذا صافي. كتبقى ديك الساعه كتقطعو بحال العريري ملي كاين هنايا. ها هو دغيا كتسالي وهكذا حتى كيسالي. ها هو سميتو الرفيسه. ها هو الرفيسه، هو المسمنه هو تقطع وتسالى. ها نتوما ها هاكي كيجي، ها كل وحده هكذا. المهم اللي بغى يديرو صغير يديرو، اللي كيبغي يقطع باليد يقطع. الحاجه الاخرى قالت لكم علاش قطعتو بالمقص، هذيك راه الخير ديال سيدي ربي، راه ماشي انتو باش تقطعوا بلا باش كتقطعوا بلا مقص. قلت لها هذه الفكره ديال ورده ماشي ديالتي. لحقاش دغيا كتسالي الا بقيتي باليد قطعي. اه وكيجي هكا مربع مزيون وكيجي. ها نتوما ها. المهم دابا غادي نوري لكم كيفاش كنسقيو هذا، كل واحد كيعرف كيفاش كيسقي. ونقول لكم حتى واحد الفكره كيفاش درت لها بالنسبه لبناتي ما عندهمش الكوكوت وكاين الدجاج البلدي ولا الكرعين ولا ما نعرف شنو. ها نتوما كتعملوا هاد بابير الومنيوم وكتحطوا عليه الغلاقه، ديك الساعه راه كيطيب دغيا. داكشي اللي بغيتوه يطيب كيطيب لكم بالزربه. ها نتوما شفتوا ها هو كي كنشوف ها بدا دابا صافي. ها نتوما بدا كيتطلق راه طاب. اجي تشوفوا وارده الله يشوفك. هانتوما ها شتو كي كيتحل، هاهو تحل هانتوما راه طاب شتي داب ماشي طاب طاب. قبيله تقول تعرفتي وبقى يبقى هنا 100 عام وقيله ما يطيبش، هي جاتني هاد الفكره هادية. ها هو صافي ديك الساعه كديرو هذا هو وكديرو ليه شي حاجه ثقيله ولا شنو الحاجه الثقيله هي هادية. هكا رديت عليها ودرت ليها سميتو على نار مهيله وخلاص صافي. دابا كيطيب على خاطر راه طاب دابا صافي. دابا شويه غادي نعمرو ان شاء الله. كما كتشوفوا هي الكيكه ديالنا كملات، السينيه والبراده هما موجودين. ها نتوما ها جات من داك الشيء عرفتي كي 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 الهبره جات كدير غير بوحدها. ها نتوما بغيت نهزها، هزي ورده بينيها الفوق للناس يشوفوها.
ها انتم شوفوا كي جات، ها كتجي غزاله هذه الكيكه هذه، نتمنىكم تجربوها مزيونه بزاف، ونتمنى ان شاء الله المهم الفيديو ديالي ما يعجبكم. دابا راه غادي نسقيو ان شاء الله سميتو ديالنا، غادي نسقيو ان شاء الله رفيسه ديالنا. صافي بديت كنعيا، انا غير كنعيا كيعيا لي حتى الدماغ، ما كيبقاش يخدم ديك الساعه. نجربوها حتى نرجعوا نسقيو معكم الرفيسه نتا. صافي ان شاء الله. حصيرت وإذا البحار سجلت، وإذا النفوس سصبجت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء قشتت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحدثت، فلا أقسم بالخناس الجوار الكناس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم، ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون، ولقد رآه بالأفق المبين، وما هو على الغيب بضرين، فأين وما بقول شيطان الرجيم، فأين تتابون، إن هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. هانتوما ها الرفيسة ديالتي أنا، فيس رفيسة بلدية عادية، ما فيها لوز، ما فيها تمر، ما فيها العدس، ما فيها حتى حاجه من غير داك القوام اللي درت لكم. هكا كتعجبني، هكا كتجي، وهذه خلاص هاد الكويميله هادي راه فيها هاد الشيء هذا لازوز ديالها. دابا غادي نزلو ان شاء الله باش غادي نمشيو نتعشاو. قبيله يوسف كيصلي بالوالده، وانا عرفتي حتى سمعتو ما شاء الله كيصلي، قلت له نمشي نصورو، انا نمشي نرجع عنده يهضر معاكم. المهم ها هو يوسف اللي ما شاء الله عليه كيحفظ القران، كيصلي، كيأذن في الجامع الصلاه على النبي عليه، هذا ولد اختي الكبيره ما شاء الله صلى النبي عليه، ولد ناجحه، ولد ناجحه. الوالده راها دابا كان كيصلي بها، المهم سال الصلاه، ايوا قلت له واش غادي نحطك في اليوتيوب ولا لا، هو راه نورمال كيبغيش، قلت له لا، قلت له حنا كنقولوا ما شاء الله، وما شاء وداك الدراري كاع الصغار اللي كيقراو القران واللي كيبانوا في اليوتيوب هادو ما شاء الله راه هما صلى النبي فين وصلوا، يعني الا كنتي كدير شي حاجه خايبه ما تبانش في اليوتيوب، اما هادشي هذا زوين. ياك يا يوسف ياك هتأذن للناس كي كتأذن؟ يا كيف يمكن يا فاكر يا السلام عليكم، كي داير لاباس عليكم؟ كندعي معاكم ودعيو معنا، الله ييسر علينا وعليكم ان شاء الله. امين. الله يثبت اجرنا واجركم ان شاء الله. يا ربي امين. الله يصلح وليداتنا وليداتكم ان شاء الله. امين. الله يصلحهم، الله يبارك فيهم، الله يجعل ان شاء الله، الله يجعل الخير في وليداتكم وفي وليداتنا كاملين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. نايف الاذان دون يوسف، اش غادي يأذن لكم؟ كيدير الاذان ما شاء الله، كيأذن في الجامع بعض المرات، ياك يا يوسف؟ شحال مرة أذنتي في الجامع؟ وفا كيدير الاذان خضرين دو موسكي؟ 5 كيرز، قالك 5 6 7 المرات. قالك بزاف ديال المرات كيأذن في الجامع، وجزا الله خير هذوك الناس اللي في الجامع اللي كيعطيو له، يعني صراحه يعني كاينين تما شي ناس في الجامع ما شاء الله هما اللي خلاو، يعني عطاولو كي كيقولوا عطاولو الاهتمام، عطاولو عطاولو الفرصه باش كيشجعوه، وهذا على الدين هنا واحد الحاجه زوينه بزاف اللي كاين بحال هاد الناس هادو في المسجد اللي كيعاونوا بحال هاد الولد هذا، الا كان شي حاجه تما كيخليوه معاهم، والا كان يعني هما اللي كيشجعوه، هو ما شاء الله زعما يعني ناس مزيانين صلى الله عليهم وبارك الله فيهم. يلا يوسف أذن نشوف. الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله،
أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. بارك الله فيك يوسف. له الحمد. شو تدخل؟ الله يحفظك. الله يبعد عليك العين الخايبة والله يبعد عليك شر الخلق. ربي هذا الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجات الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أضيت بالله ربا وبإسلام يدينا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. يلا السلام عليكم. بغيت تشجيعات وقولوا ما شاء الله قولوا تبارك الله على يوسف وان شاء الله علاش لا ما نشوفوش ان شاء الله في المستقبل شي امام ديال المسجد شي حاجه كبيره ان شاء الله يا ربي. نتمنوا ما شاء الله كيحفظ دغيا لانه هو هكا ولا هكا ما شاء الله هو ذكي لا في المدرسه ديالو لا في سميتو لا يعني دغيا كيحفظ ما شاء الله الصلاه النبي عليه والحفظ يعني عنده دغيا دغيا وحفظ بزاف الصلاه النبي ديال الصورات نتاع القران وما شاء الله يعني حتى سوره البقره سوره داك النهار يسمع شنو كنقرا له سوره الكهف ولا دغيا عرفها قال لي هذيك سوره الكهف يعني ولا كيعقل حتى على الصوره ملي كتقرا له شي سوره كيعرفها شنو هي. ايوا المهم نتمنى من ربي ان شاء الله يحفظ الوليدات المسلمين كاملين ان شاء الله. وهذا مكان واللي ما عندوش الدريه كندعوا له ان شاء الله بالدريه الصالحه والسلام عليكم. هذا هو الفيديو ديالنا اليوم حتى المره الجايه ان شاء الله.